مسعود لو كنت مسافر أصيود وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر أصيود ابقى عاطف على بيت الخاء وإن شفت الواد عبد العال ابقى عاطف على بيت الخاء وإن شفت الواد عبد العال قل له سلامات وإبن الشربات قل له سلامات وإبن الشربات بقوا خمسة عدد الخطاب على يدك يا شيخ مسعود بقوا خمسة عدد الخطاب وشباب العيلة موجود وأكثرهم لسه عزاب وأنا قلبي باب ومردود والكل بيستنى جواب وأنا قلبي باب ومردود والكل بيستنى جواب على يدك يا شيخ مسعود بقوا خمسة عدد الخطاب على يدك يا شيخ مسعود بقوا خمسة عدد الخطاب وشباب العيلة موجود واكترهم لسه عصب وانا قلبي بابه مردود والكل بيستنى جواب وانا قلبي بابه مردود والكل بيستنى جواب وانا خايفة اتكلم بصراحة لا يكون الواد شد رحاله واطلع كدابة وساعتها قلبي هي شمادة عزانه وانا خايفة اتكلم بصراحة لا يكون الواد شد رحاله واطلع كدابة وساعتها قلبي هي شمادة عزانه او صاحبنا هناك ولا على باله وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر عصيون وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت مسافر عصيون ابقى عاطف على بيت الخاء وشوفت الواد عبد العال ابقى عاطف على بيت الخاء وشوفت الواد عبد العال قول له سلامات وبين الشربات قول له سلامات وبين الشربات يا شيخ مسعود يا شيخ مسعود يا شيخ مسعود يا
شيخ مسعود. يا شيخ مسعود أنا أصدق عشان عرفك راجل طيب تحب الخير وقدمك خير وده من أصلك الطيب. يا شيخ مسعود أنا أصدق عشان عرفك راجل طيب تحب الخير وقدمك خير هدا من أصلك الطيب. يا شيخ مسعود أنا أصدق عشان عرفك راجل طيب أصلك الطيب. مأذون العيلة طول عمرك وحبايب العيلة اسمك على الورقة بيفرض بركة وضلينا. مأذون العيلة انا عايزك لو شوفت الود هناك وعشان كده انا عايزك لو شوفت الود هناك تعرف لي فين اراضي وتقول لي رايك فيه. تعرف لي فين اراضي وتقول لي رايك فيه. مش عايزك تترجى مش عايزك تترجى خد ودي بس معاك يمكن ربنا يهدي. خد ودي بس معاك يمكن ربنا يهدي. وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت انسان عصير. وحياتك يا شيخ مسعود لو كنت انسان عصير هيبقى عاطف على بيت الخال وشوفت الوضع عبد العال. هيبقى عاطف على بيت الخال وشوفت الوضع